صاحب ملجأ مخزن. مش فاهم يا حسن. اسمعني تعبان ده، انا لو كنت دخلت السجن كان بقى ارحمني. حلو قوي، احنا فيها. تحب تجرب؟ عشمك في محله يا سباعي. انا كنت جاي اطمنك على بنتك، ولعلمك بقى 6 سنين ده احلى سن. عارف لو 5 كنت قلت لك لا. سلام يا سباعي. استنى بس، رايح فين؟ خير؟ عندك بنت تانية نسيها ولا ايه يا سباعي؟ يا حسن في ايه؟ انا حاسس انك متضايق وقافش. كفايه بقى مرمطه وذل فيا. ده العشم برضه ابو علي. بص، كلها يومين والدراسه هتبتدي. دراسه؟ اصل نسمه من اولى من كي جي 1 لكي جي 2. اصل انا مقدم لها في مدرسه خاصه. نعم، جولدن جروب سكول اللي في سان ستيفن. كل اللي عليك انك هتنقل لها ورقها للفرع بتاع كايرو، وانا دافع المصاريف وكله على البيبو. مدرسه خاصه يا سباعي، حصلت. وانت لسه شفت حاجه؟ واحنا بنسرق عشان مين ابو علي؟ مش عشان مستقبل افضل لاولادنا؟ انت عارف يعني ايه تعليمي حسن؟ يعني فلوس من هبل، يعني كرست الاول ومراجعه نهائيه ودروس خصوصيه ومجاميع وشغلانه يا حسن. ايه ده؟ انا مزيته وشاكر ومضروبه بالمنايه في خدي اليمين. مين الواطي اللي يستجري يقول عليكي كده؟ البنت الصغيره فضحتك. بتصدقي عيله وكدبي حبيبك حسن؟ انا حسن بتاع الاخ. الله الغني عنك وعن الاخ. خد البنت اللي بين ايه؟ والبنيه اللي انت اديتها لي كمان اهي. يا بنت المجنونة، اسمعني ما تشتمش، انا ممكن اعضك. اديها. يا بنت سافلة. اديني بلاطيع. انا اللي مش بطيئك ومش بس. اخت اعتدال، هدي نفسك. مش كده اعصابك. سيبك منه، ده واطي. ارجوك يا اخت اعتدال، تعتبريني زي عشيك، واذا عوزتي اي الخ انا تحت امرك. سيد، انت انسان شاف. اوعدك افكر فيك. عايز ايه يا بت؟ يلا بقى، مش هنروح المدرسة. بكرة تروح المدرسة. بكرة ايه يا مطولي؟ بكرة يا بت. يلا بقى، الساعة 8:30 ما يفتحوش الوقت، روح اتخمدي. المدرسة هال. عاجبك كده؟ مش كنت نمت لي ساعة زيادة؟ قلت لك المدارس ما بتفتحش بدري. الله يحرقك انت وابوكي. اللي بيعلمك ايه المدارس؟ مدارس ايه؟ تدخلك حكومة ولا تتعلمي ليه من اصل؟ امشي انقرني. مصاريف ايه يا باشا؟ ما اندفع خلاص. ما الورق قدامك اهو، الست المدير قالت لك اندفع قسط وباقي 3. يا نهار. طب هو القسط قد ايه يا باشا؟ 1250 جنيه. هو قسط تاكس. بقول لك ايه، البنت بكره لازم تيجي لابسه اليونيفورم. ايه اليونيفورم ده؟ اليونيفورم يعني الزي الموحد، وده عشان نحافظ بيه على مظهر الطلبه والطالبات. هتشترك في الباص بتاع المدرسه؟ يا ريت يا باشا اشترك، ده انا متمرمط في المواصلات. مش انت، البنت. بكام؟ 200 جنيه مقدم وزيهم كل اول شهر. ده مش رشش دواخل ولا ايه؟ السلام حبيبتي. قبل ما تدخلي تخبطي؟ انا اللي ما خبطتش. حضرتك والدها؟ معقولة؟ انا لسه صغيرة على الخلفة. تديني كام سنة؟ حضرتك تهرب لها ايه؟ تقدري تعتبريني في مقام عمها او دخلتها. وجاية متأخرة ليه بقى؟ خليها على نضر ساعتين. الدراسة بدأت بقالها 3 ايام. بتكلمي جد؟ والله الوقت عدى كده. اسمك ايه حبيبتي؟ وانتي يا ابره؟ مس ريم. اهدي الاسئله ولا بلاش؟
حضرتك مس ريم ده اسم مركب ولا الولد اسمه ريم؟ انتوا بتقفلوا الساعة كام؟ الو؟ ايوه يا سامية. ايه يا بت؟ انا حسن. لا ما هو قاطع مش عارف ليه. بقول لك ايه بس اسمعيني، انا عايزك تقومي كده وتفوقي وتحصليني على البيت. يا بت سربتها خلاص اتحلت. ده انت هتتقطع النهارده يا بت. يا بت انا حسن لا احرقك. الو الاخت ساميه؟ انا هاني. هاني مين يا استاذ؟ هاني مين يا استاذ؟ انا اتوترت بصراحه بقى يا حسن، مش راكبه معايا حكايه المقابله الصباحي دي. لو نور اللي مضايقك نقفل الشيش. يا حسن مش حكايه نور ولا شيش، حكايه تعود. طول عمري باجي لك بالليل يا بت. يا تعالي هاتي ايدي. ايدي تعالي. انا لسه شايف في الفتره الزراعيه ان صحه البني ادم بتبقى زي البومب اول ما يصحى. طب يا اخويا انت شايف كده؟ طب شوف لنا حاجه بدل الوش اللي انت حاطه. أو كده جيب لك بقى قناة النيل للمنوعات ولع الشقة. ميت ميت ميت. ممكن اتفرج عليكم؟ نعم يا ماما. انا مش هتشارك، انا هتفرج بس. يلا. طب حتة صغيرة. بقول لك يلا. طب لقطة. نسمة ايه واقفه لوحدك ليه؟ حسن لسه ما جاش. معلش زمانه جاي. قولي لي يا نسمه، هو حسن يقرب لك ايه؟ قريب ابويا من البيت. وباباكي فين؟ مسافر امريكا. وانت قاعده مع مامتك؟ مامتي مسافره عند ربنا. يا حبيبتي. طب انت قاعده مع مين؟ مع حسن وسيد. مين سيد ده؟ صاحب حسن. مسريم مسريم، هو انت باباك مسافر؟ لا ليه؟ لو باباك مسافر تعالي عندنا، تعالي سامي باباها مسافر وبتيجي عندنا عشان حسن يقطعها. قول يا ابو علي. ايه ده؟ انت نايم يا حسن؟ حسن! يا ايه ده؟ سامية! حسن! حسن! ابو علي! حسن حسن يا ابو علي. حسن قطعت البت ملطوعه في المدرسه. حسن سيد الساعه 3 ملطوعه البت. اخبار السويد؟ اشوفك بكره بعد صباح الخير يا مصر. خليها مساء الخير يا حسن. مساء الفل. لا رايحه فين؟ تستهوي. هي كوبايه شاي بليمون ونتكلفت سوا انا وانت كده هتصبحي عرقانه وزي الفل. مصر الجديدة كده. انت ازاي يا استاذ تسيب طفلة زي دي لوحدها في الشارع كده لوحدها؟ مشاغل والله. ما انت عارفة رجال الاعمال وقتهم مش. لا بقول لك ايه، بلاش البصة دي على المكنة، دي عشان الضرايب. وكمان بتهزر؟ انت واضح ان ما عندكش اي احساس بالمسؤولية. انا ليه كده بس؟ افرض البنت دي كان جرى لها حاجة لا قدر الله. دي بنت السباع، دي تاكل العو لو طلع لها. انا مش فاهمة انت ازاي سايبها كده؟ وايه الكيس اللي انت ممسكه لها ده؟ يعني ولا شنطة ولا يونيفورم؟ يا اخي لو ما كنتش فاضلها يبقى خلي قريبتك دي اللي بتجي لكم طنط سامية تهتم بيها شوية. طنط سامية؟ هي الست هتلاحق على ايه ولا ايه؟ ما هو لسانك. لا لا انت كلام معاك خالص. انا مضطرة للمناقشة. مناقشة؟ جالك ترنك؟ ده انت هتشوفي ايام سودا انت والقبله بتاعتك. طنط سامية ها؟ اركبي اركبي هجيبها كتير. اركبي. وبعدين يا روحي ايه اللي حصل؟ ابدا، البوليس كبس علينا نجرينا بس ما لحقش يمسكنا. ده بس يا حبيبتي عشان انت نيتك سليمه، بس يبقى خدي بالك برضه. حاضر. ايه ده؟ ايه ده؟ اللي انت عامله لي في السطوح ده من ورايا؟ عيب كده يا حسن، السطوح ليه حرمه يا اخي. حرمه؟ انت بتسمي دي ايش؟ ايش؟ يلا يا ماما من هنا انصرفي انصرفي. مش همشي لما السيد يقول لي. اصيله يا ام سيد، عندها سيد على اسمي. اسمع، اديتها فلوسها؟ يا حسن فلوس ايه يا حسن؟ احنا بنحب بعض. نعم يا حبيبي بنحب بعض. بقول لك ايه، مشيها لفجرك. اتفضلي انت دلوقتي يا نوره وهنبقى على التليفون. حاضر. استوري نفسك يا روح. مساء
ميرسي حبيبي. تيك كير.